أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات ليالي رمضان بسور القاهرة الشمالي من أجل تقديم العروض التراثية. يشارك هذا العام 54 فرقة على مستوى المحافظات ببرنامج ليالي رمضان ليقدموا عروضا تمزج بين الثقافة والفن. نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. يا صل وسلم دائما أبدا. هكذا انطلقت فعاليات ليالي رمضان التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة سنويا أمام سور القاهرة الشمالي. أناشيد تجذبك للاستماع لها والاستمتاع بالأجواء الرمضانية، سواء كنت ممن يحضرونه لأول مرة أو من المعتادين على حضوره سنويا. ثاني سنة أجي حضرتك عشان في عروض عرائس للأطفال جذابة وجميلة جدا، وفي عروض الليلة المحمدية وعروض غنائية بتبقى جميلة جدا، فدي بتجذب أي حد. باجي على طول، وهو بصراحة المكان حلو جدا والأجواء بتاعته جميلة جدا، وبقى فيه حفلات وعروض وبتبقى الجو تحفة بصراحة يعني. عددت حالي ده سري بمستدر. 54 فرقة فنية تشارك بليالي رمضان هذا العام على مستوى المحافظات لتقديم عروض تراثية مختلفة، وبجانب الحفلات ستجد ورش عمل بهدف مزج الثقافة بالفن. الورشة لو انت عندك موهبة ومش عارفة انت تنميها فين، بنعرفك وبنعرفك اماكننا على مستوى مصر فين بخريطة، يعني بنقول له احنا عندنا مثلا في القاهرة عندنا قصور وقصور وقصور وقصور، عندنا في المنوفية قصور وقصور وقصور، عندنا في سيناء قصور وقصور وقصور، فبعرفه المكان. انت لو حتى مش من القاهرة وجاي زيارة وعارف وجيت هنا لنا كضيف منورنا في الليالي رمضان الثقافية، هتعرف اماكننا عندك ايه بقى. فرقة يعني بتعمل مجهود كبير في العرض ده، والناس بتتفاعل معاه جدا. يعني تعليقات الناس بعد العرض دايما ان رجعتونا لفترة لطيفة، رجعتونا لزمن جميل. ولم يدانوا. تستمر العروض طوال شهر رمضان الكريم بقصور الثقافة في مختلف المحافظات، لكنها تقام أيضا في مختلف الأماكن الأثرية والعامة لمدة 15 يوما من انطلاقها. بنفتح النهاردة في سور القاهرة الشمالي في الجمالية، وفي نفس الوقت في السيدة زينب، وده موقع أضفناه السنة دي. كان بيحصل فترات قبل كده لكن كان متوقف، رجعنا الحديقة الثقافية في السيدة زينب، وفي نفس الوقت أيضا في شبرا في ساحة القصر العمال التابع للهيئة في شبرا، وفي شارع المعز ووكالة بزرعة. فعندنا 5 مواقع بنقدم فيهم أنشطتنا السنة دي، كده يبقى زايد موقعين عن السنة اللي فاتت. محبو الفن والثقافة سيكونوا على موعد مع أجواء لا تنسى من خلال برنامج عروض الليالي الرمضانية التي قد تظل عالقة بالأذهان حتى العودة لهذا المكان مرة أخرى في العام القادم. دري عاطف، إكسترا نيوز.